ومثل ما نحن شايفين على الشاشة هي موجودة بغرفة استقبال الضيوف وما تدري بشيء من اللي يتحضر لها داخل الاستوديو لأنها طبعا آخر من يعلم. وراح أنتهز هالفرصة وأبدأ بتقديم حلفائي اللي راح يشاركوني بحلقة اليوم. خلونا نرحب سوا بحليفي الأول أو حليفتي غادة أبو جودة سمية. وتعيش في قطر منذ 10 سنوات وصديقة عزيزة جدا لها قضت معها أهم وأمتع الأوقات، فأكيد راح تخبرنا كيف كانوا عايشين سوا، إيش طباع نجوى، أو خبرنا كمان عن أعمالها راح نشوف خلال الحلقة. خلونا نرحب سوا بحليف الثاني الملحن جورج ماردي روسيان. صاحب الكثير من الألحان، هو صديق أكيد للفنانة نجوى كرم منذ أكثر من 15 سنة ومعروف أنه أبدع بالعديد من الألحان للعديد من الفنانين، وخاصة كمان عنده تعامل مميز جدا مع الفنانة نجوى كرم اللي هي ورود الدار. أهلا وسهلا فيك. خلونا نرحب سوا بحليفي الثالث الملحن أنطوان الشعك. هو صاحب 1500 اغنيه ما شاء الله بين لحن وتوزيع، منها شمس الغنيه وخلص السهر واخيرا قصيده وكبرنا يا بي، ورئيس الفرقه الموسيقيه لنجوى كرم منذ ايام ليالي لبنان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. راح اطلب من حلفائي ان تفضلوا يدخلوا الغرفه السريه. تفضلوا. ومثل ما صرنا شايفين حلفائي صاروا في الغرفه السريه وبدينا نمدهم بالميكروفونات اللي راح يتواصلوا فيها ويانا ويجاوبوا على اسئلتي. وقبل ما ابدا استقبال ضيفتي اليوم لازم نرحب طبعا بالفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو المعروف جدا اكيد إلي العليا. والحين صار لازم ارفع الستار المواجهه للغرفه السريه اكيد عشان ضيفتي لما تدخل ما تشوف من ويانا في الغرفه السريه فوق. وعلى غير العاده راح انزل داخل الاستوديو لان راح نشوف مع بعض الحين على الشاشه فنانه نجوى كرم موجوده بغرفه الاستقبال ولازم استقبلها هنا من معزتها اكيد في قلوبنا ولانها ضيفه مميزه جدا عن اخر من يعلم. رحبوا وياي بالفنانه نجوى كرم. صوت الإرادة والصلابة. روح 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 روحي يا عايش جوات روحي. في إحساسها صرخة حب وعنفوان وحنين. حب حب الفراش النور يحرقها لحظة سعادة الوقت يسرقها. هي شمس الأغنية اللبنانية وعروس زحلي. هيدا حكينا هيدا حكاية هيدا عشق آخر من يعلم في هذه الحلقة. حبيبي ما بخبى علي إني عم بقسى علي غصبا عني. نجوى كرم. خليني شوفك بالليل ليل بعيد لغروب. من يعلم اليوم؟ بس انتوا تقبلوا كون انا اخر من يعلم؟ معلش فرقيها شوي، لا ما حد خبروها شيء صح؟ بدي مسيكم بالخير، مسي كل اللي عم بشوفونا اليوم، مسيكي بالخير، كل إدارة التلفزيون وكل المشاهدين ويا رب يكون عند حسن ظنهم بهالحلقة. منورة آخر من يعلم ومنورة شاشة الام بي سي. شكرا. طبعا انت عارفة في فوق حلفة اوكي جايين يخبروا لي بعض القصص ولازم قبل ما نبدا اسئلتنا سوا اطلب من الجمهور بالاستوديو انه يلبسوا سماعاتهم
مسوي تست صوت، بديت تحس انك اخر من يعلم شويه؟ لا بس يعني مش كثير ريقت لي الفكره، يعني مش كثير ظابطه معي انه اكون اخر من يعلم. عاده انا حشوره بالحياه. اه ايه حشوره بدون اذى، يعني حشوره عندي فضول بدي اعرف شو فيه، بدي اعرف شو يعني اذا حسيت بده شيء يمشي وانا اكون المقصوده فيه ومش عم بعرف طق. لا ما تشار عنك، حنشوف كيف حتتعاملي مع الموقف. وحبدا بحليف الاول، يا ريت تسمعنا صوتك. جمهور ردوا وراي. آجو آجو آجو. حليف الثاني، يا ريت تسمعنا صوتك. جمهور ردوا وراي. بعطيكي ما بدي اعطيكي. بعطيكي ما بدي اعطيكي. حليفي الثالث، سمعنا صوتك. جمهور ردوا وراي. اكلنا الضرب. نبدأ أسئلتي سوا. نجوى كرم، العائلة كلها كانت منتظرة صبي أو ولد قبل ولادتك، صح؟ لأنه أمي كان في أختي الكبيرة وثلاث شباب، وبعدين بطلت على كانوا ناطرين كانوا ناطرين أنه بدهم صبي ولا بنت. بعد فترة طويلة بس الله قدر، ان شاء الله تكون اسمها ما بدنا اياها. انزين بس العائله زعلت شويه لما انت جيتي، كانوا غضبانين زعلانين؟ لا بس عم بيضحكوا ما بعرف ليه. لا عم بيضحكوا في حد. انت جيتي لانه قالوا ان انت اجيتي بعد وقت متاخر. ايه صح مزبوط. اها فكان اول شيء زعلانين، ما كانوا كثير مبسوطين بال يعني انا جيت صح. لا عن جد زعلوا لأن انا جيت بنت، هن افتكروا انه في ثلاث صبيان بالعائله من بعد اختي الكبيره يلي ما كانوا متوقعين ببي اصلا، افتكر انه ولا رح اقول لك رح بعدين خبرك. بموت بطقها. لا لا بعد شر عليكي، بعدين بطلع لعند الشباب او الصبايا. مش انا رح اقول لك قالوا اول شيء هم ما كانوا يبغوا بنت، وفي كان تعليق ضحكوا عليه انه اساسا ما كان بدهم اساسا بيبي، صح؟ أيه. انه انت جيتي فجاه، ما كان مترتب انه يكون في بيبي الحين، وهذا اللي صار صحيح. وفي مين اللي قال؟ الممرضه راحت قالت لهم عندكم جبتوا بنت مثل القمر. في حدا رد ايش قال؟ قال لو بدها تكون اسمها ما بدي اياها. والحمد لله انها طلعت نجوى كرم، صح؟ الحمد لله.